بدون. تمكن أفراد فصيلة طريق سيار شرق غرب بسفيها مجموعة سطيف من حجز ما يفوق 14 قنطار من كبد حيواني مجهولة المصدر مموهة بواسطة مادة البيض على مستوى السد الثابت بابور، كانت على متن شاحنة بممرد من نوع هيونداي المقتادة من طرف المسمى صادعين البالغ من العمر 48 سنة. عند التحقيق معه تبين أن مادة الكبد تم إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية. عند عرض البضاعة على الطبيب البيطري أمر بضرورة إتلافها كونها غير صالحة للاستهلاك البشري. سيقدم ملف القضية أمام الجهات القضائية.